الأخبار من ATV العدالة، وفيها كورونا يؤجل الجلسة البرلمانية المقررة غدا. كورونا شبح يخيم على الصحة النفسية بإثارة القلق والتوتر والعزلة الاجتماعية. على عهدة السعدون، 31 من يوليو أول أيام عيد الأضحى. ومن العناوين إلى التفاصيل، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تأجيل جلسة المجلس التي كان مقررا عقدها غدا بعد ورود كتاب من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح يفيد بإصابة عدد من النواب والموظفين في الأمانة العامة بفيروس كورونا المستجد. وأضاف الغانم أنه وبناء على اتصالات هاتفية مع وزير الصحة والكتاب الرسمي الوارد منه بخصوص نتائج الفحص للنواب وموظفي الأمانة والتي توصي بعدم عقد الجلسة، وبعد التشاور مع مكتب المجلس تم تأجيل الجلسة حفاظا على سلامة الجميع. بناء على اتصالات هاتفية مع الأخ معالي وزير الصحة وكتاب رسمي من وزير الصحة موجه لي بخصوص نتائج الفحوصات اللي ظهرت بالنسبة للي تم كشفهم سواء من النواب أو من العاملين بالأمانة العامة، بناء على هذه الرسالة والتقرير والتي يعني توصي بعدم إقامة أو عقد الجلسة الغد، وبعد التشاور مع أختي وأخواني أعضاء مكتب المجلس أخبركم بأنه سيتم تأجيل جلسة الغد، فلن يكون هناك جلسة لأن في عدد من الإصابات وفي عدد من اللي يحتاجون إلى إعادة فحص وفي عدد من المخالطين. بالنسبة لسؤالكم أسماء وأرقام، أنا لا أستطيع أن أذكر أسماء أو أذكر أرقام، الأمر يتعلق بصاحب الشأن وبرئيس المجلس هو اللي يبلغ. جميع الإجراءات الاحترازية ستأخذ وأصحاب الشأن هم سيبلغون من قبلي ومن قبل الأخ وزير الصحة، لكن بناء على النتائج اتخذ قرار بعد التشاور مثل ما ذكرت مع مكتب المجلس بتأجيل عقد جلسة الغد وذلك حفاظا على سلامة الجميع. متى تعقد الجلسة القادمة، متى الفحوصات القادمة، سأبلغكم إن شاء الله في حينه. أيضا كان هذا بناء على من تم فحصهم، أيضا كان في مجموعة من النواب لم يجروا الفحص، كان يفترض أنه يعني بعضهم يكمل اليوم، راح نعلن موعد جديد قبل الجلسة القادمة لأيضا إعادة فحص النواب وكذلك اتخاذ الإجراءات الصحية والطبية وفقا لتوصيات المراجع الصحية في البلاد ووزارة الصحة بالنسبة لمن ثبت إصابتهم من المفحوصين. فما في جلسة يوم الغد وسأعلن إن شاء الله موعد الجلسة القادمة. أعرب النائب رياض العدساني عن أسفه لتأجيل الجلسة العادية التي كانت مقررة يوم غد وكان مدرجا على جدول أعمالها مناقشة استجوابه الموجه إلى وزير المالية براك الشيطان، مضيفا أنه كان يجب اتخاذ التدابير الصحية والوقائية وأن يتم عقدها في موعدها. أؤكد أن تأجيل الجلسات هي تصب لصالح الوزير، خاصة غالبا أن العشرة موجودة بطرح الثقة، والوزير كان متناقض ويظلل الرأي العام على حسب المحور الثالث في الاستجواب فيما يخص الصندوق الماليزي، قلت له حوله كامل النيابة، حوله ناقص وبالدليل وعلى ردوده، بالإضافة إلى قضية الإيرباص واذكروا حكم المحكمة أن الكويت ورد في هذا الحكم، كما أؤكد صندوق الموانئ واستباحة مال العام والسرقات، كانت ردود الوزير فيها تضليل وركيكة جدا،
بالإضافة إلى بعض النواب تكسب غير مشروع، تضخم في الحسابات، غسل أموال، شبهات مالية من إيداعات وتحويلات تخص وما تخص سكرتارية. يفترض على الوزير كان أن يصعد المنصة، التأجيل لصالح أساس يدور له مخرج. أكد النائب عبد الكريم الكندري أن وجود إصابات بين النواب يستدعي حجر النواب المصابين لا تأجيل الجلسات، وأشار الكندري إلى اكتشاف إصابات بكورونا يوميا بين المواطنين دون أن يستدعي ذلك تعطيل الأعمال بعد أن بدأت مرحلة العودة، وعليه يجب الدعوة مجددا للجلسة والتوقف عن هذا العذر. أكد النائب عمر الطبطبائي رفضه لمشروع قانون الدين العام، لافتا إلى أن الأرباح المحتجزة بقيمة تصل إلى 13 مليار دينار إضافة إلى أكثر من 5 مليارات مستحقة للإدارة العامة للجمارك تغطي المبلغ المطلوب للدين العام. أين الحكمة بإدارة البلد؟ استبشرنا خير ولا زلنا مستبشرين خير برئيس مجلس الوزراء، وممكن كورونا جت وعفست الحسبة، لكن بلد كله مشلول، عالم كله فتح، وإحنا مشلولين إداريا ما نفكر إلا في كورونا. تبعات اقتصادية، وين المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وأنا قدمت أمس رسالة وحطيت الحلول، وهذه الرسالة الثانية والثالثة اللي أقدمها، لأن إلى هذه اللحظة ماكو حلول. بعدين تقولي ماكو وظائف حق الكويتيين في بلد يعتبر من أغنى دول العالم، 12 مليار أو 13 مليار أرباح محتجزة، أكثر من 5 مليار عند الجمارك الطالب أحد الشركات، جايلي تقولي الدين العام؟ لذلك هذه التساؤلات، وراح يبين من معالي وزير المالية إذا كان صادق ولا لا. أعلنت وزارة الصحة شفاء 746 إصابة من مرض كوفيد-19 في 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة الكويت إلى 45,356 متعافياً. وقالت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. وعلى صعيد الإصابات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 614 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 55,508 حالات، فيما تم تسجيل 3 وفيات إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 393. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند إن الحالات 614 تضمنت 378 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 62%، و236 حالة لغير الكويتيين بنسبة 38%. حذر أخصائيون نفسيون من الآثار العميقة لوباء كورونا على الصحة النفسية في الوقت الحاضر ومستقبلاً، لا سيما الأطفال والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء، حيث تشير دراسات عدة إلى تأثر العامة بالقلق والتوتر سواء جراء الأخبار السيئة أو إجراءات الحجر والعزل المرتبطة بفيروس كورونا. مراسل ITV العدالة فهد الزايد رصد الرأيين النفسي والشعبي حول الموضوع في التقرير التالي. هل أثر عليكم الحظر نفسيا؟ وأي فئة كانت متضررة من هذا الحظر؟ خلنا نشوف رأي الدكتور ورأي الناس. هو في الحقيقة طبعا العموم تأثر بالأزمة هذه، لأن كانت أزمة غير متوقعة، ما حد كان متوقع هالشيء. زين،
ولكن أكثر ناس اللي ممكن يتأثرون هم الأكثر عرضة للمشاكل الناتجة عن كورونا اللي هم كبار السن. زين، فهم هذول أكثر ناس اللي هم طبعاً في المخاوف عندهم زايدة من أن يا ساتر مثل احتمالية الوفاة تزيد عندهم. زين، كذلك الأطفال، الأطفال لأن مو قادرين هم يستوعبون يفهمون شنو قاعد يصير، فهذا طبعا ايضا. فعندنا احنا الفئات العمريه اللي هم الصغار والكبار بالسن هم ذا اكثر ناس ممكن اللي يتاثروا بالازمه الحاليه. احنا يعني كائنات اجتماعيه البشر بحد ذاتهم، زين، فطبيعتنا ان لازم والله مثلا نروح مثلا نقعد مع اصدقائنا، نشوف الاهل والزوارات وغيرها، مره واحده لا ما يصير، كله ممنوع، ما تقدر تسوون كذي، ما يصير تسوون كذي. زين، والإعلانات اللي دائما موجودة إذا تحبونهم تبتعدون عنهم، بحد ذاته هذا نفسه أصلاً شيء غريب، شلون أنا أحبه وابتعد عنه؟ يعني أصلاً ما كنا يعني مو متقبلين الفكرة هذه. زين، الأمراض النفسية، اضطرابات نفسية، هي اضطرابات عضوية، في هناك تغير في الهرمونات اللي قاعد تصير، لذلك فهو مو عيب إن واحد والله صار فيه مثلاً مرض نفسي أو اضطراب نفسي. يعني شنو العيب اللي صار فيه اكتئاب ولا قلق؟ مثل إنه شنو العيب اللي صار فيه مثلاً سكر ولا ضغط؟ فهو فعلا كلنا احنا معرضين للاضطرابات النفسيه هذه. والله للامان النفسيه تعبت صراحه، ما قمنا نشوف ربعنا، اهلنا، ما قمنا نشوف احد، كله قاعدين بالبيت. ممكن في ناس تتاثر وفي ناس لا، يعني اخذت الوضع انه يلا ان شاء الله، الله كريم، الله راح يفرجها ان شاء الله. وان شاء الله عادي، يعني ان الواحد يراجع اذا تعب مثلا، يراجع الطبيب النفسي. اي عادي عادي، يروح طبيب نفسي يشوف وضعه وان شاء الله الامور طيبه. التركيز اكثر شيء العيال، وخاصه يعني مثل ما تقول اللي اعمارهم 10 سنين وتحت، هذول اللي يعني حيل مكبوتين. تقبلوا الوضع بعد هالفتره؟ اي بالبدايه ممكن ما كانوا متقبلين، بس مع الوقت شوي شوي خلاص يعني تقبلوا امر الواقع. طبعا هو الفراق بين الاهل اللي صار، اللي كل واحد قاعد ببيته وكل واحد يكون حريص انه ما يجتمع مع اهله عشان يحافظ عليهم، خاصة إذا كان عنده مرة كبيرة مريضة أو أخت مثلا، مثل أنا عندي احتياجات خاصة، أثرت عليها وايد نفسيتها، تعبت لأن ما قاموا يجونها أخوانها ولا تشوفهم، فهذا كله أثر عليها. أنا أشوف اللي هم بالتعش اللي هم المراهقين، أتوقع تأثيرهم بالحظر أكثر من الأطفال. يعني الياهل ممكن تخليه يلعب بالبيت، تشوف له شيء لهي بالبيت، أما سن من 15 ل 25 ممكن فعلا يحوش كبت. اي نعم، لان انت عارف فرط الحركة والطاقة، يروح يرد عند ربعه يبي يتجمع، يعني انت عارف فترة المراهقة صعبة جدا. يعني شيء جديد علينا كلنا، وهذا واجب علينا وغصب علينا، عندنا أهل لازم نهتم نعتني فيهم، فهذه مسؤولية، هذا من أحد المسؤوليات اللي تمر علينا في الحياة. فتأثر عليك ولا ما تأثر عليك، هذا واجب. طبعاً أثر على النفسية، زين، وما قمنا نقدر نتحرك، ما قمنا نقدر نشوف أهلنا عادل، ما قمنا نشوف ربعنا، فطبعاً بيأثر بالنفسية، لأن الإنسان بعادته انخلق أنه هو إنسان اجتماعي، زين، كأنه هو مخلوق اجتماعي، يحتاج ناس دار مدارة حوالينا، فطبعا بيأثر بالنفسية. سالفة الدكتور نفسي ثقافة زينة، أعتقد المفروض يطبقونها بالكويت، خاصة وايد مشاكل عندنا في المجتمع، والواحد صار يستحي مثلا إذا يفكر طبيب نفسي أو يخاف من ردة المجتمع عليه أنه هل هو مريض أو لا. بالعكس طبيب نفسي يعني كصديق أو أبو أو أخو تشكيله مشكلتك ويعطيك جوابك. يعني قال الفلكي عادل السعدون إن يوم الأربعاء الموافق 22 من يوليو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة برؤية الهلال، وبالتالي يكون يوم وقفة عرفات 9 من ذي الحجة الموافق 30 من يوليو الجاري، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر ذاته.
وأضاف السعدون أن شهر ذي الحجة يبدأ بتاريخ 22 من يوليو الجاري حسب معطيات وظروف القمر، وهي اقتران القمر مع الشمس الساعة 8:33 مساء يوم الاثنين 20 من الشهر الجاري، وبالتالي يكون وقت غروبه مع غروب الشمس وتستحيل رؤيته في أي بقعة بالأرض. تعاقد مجلس إدارة نادي الجهراء مع لاعب الوسط الإيفواري بادي جيان كمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من نادي صحم العماني. وكانت إدارة النادي قد جددت عقد الإسباني ديمبلي قبل أن تتعاقد مع الإيفواري أحمد تيتي قادما من نادي الساحل والبرازيلي فرناندو باربوسا من الدوري المالطي، علما أن الفريق دشن رحلة تحضيراته لاستكمال منافسات الموسم الجاري أمس بقيادة المدرب الوطني مطير شرقاط والمدرب بدر مساعد، لحين وصول الجهاز الفني الأجنبي بقيادة الصربي زوران بعد فك تعليق الرحلات الجوية.